وحيرتها وحي هذا العاو هل كان لغا أرى لها يعني نعمل بقى ما كان لغا سوى بلاو فدارتي قهر رسالة مسكة عفرتي سلاة عالم كان هذا بسي هي إلى مدحوية الظاهر ريالة كاهي تردالة كيسة وحي أخرتها كاهد الحاب والدمي أنا أقول حيسو على الدواء دعائي أنت وراك هنك تي أيانا لي هل قاعد في مايو هل كي وحكون قلنا يا أورورين يا ناش ناش وحيارة وأورورين يا ناش ناش قال لي ماذا سوى مالي أروح حيسو قلتي يا واحد عاي يا واحد عاي لو يقوى نجيلي ورحضا نسكت ديو هل كان مانتا أمو مدرقي لقوضا dagaalada cado ragii la laayay marahna dhaawacad dumar dileen oo ay qorib ay midii xal raaceen deetana markii la lahaa hebel waa la dilay taa waa laga aalaya ay rag waxa dadka xasaab uu niistaa wuxuu yiri ku yaray arnii oo aniga dagaalka waxba ay dheero aabahay bay naaga dilay horta anigu wax laga hadlayo iyo qaranimadan iyo waanu qaldanay iyo walayno ama abaal gudil iyo waxa waa la qabaa وكو حاسة شغلون من حوينها صوماليا لحن بلوية ودى بيسي ما قلت بوها ضامار إن حضبك الشرعي اللي بتكسوا الشيادو لهوي إذا كان يقول هنا سوشيال ميداهي كي أوريي وحا أوها كاكا عام دولة يتوبي الضيال بوحا موحشان تلك يجيبي بوابتي والله تقال ما يناه وحاولنا كنقو انت انا من قعدت بو قارب شرينا وقلاها دولة ايتوبيا وحبا ديدين ورارانا ماهي بدأ يدوان هو وقل لهاي حيب تديني مادان انا اقول لكن انا يحيي صومري حالك اعكالي هاي انا محاضك عيدي قالان لماذا كربون مانتان كحركة هيا أي عدد دفاع عيدة يدور الدين يبقى يعرف أنت اللي بقول سعوة دون غير غير كان عواطة ما حوينا سوماري هي أنت كنت على غير سن كل مرة حدث كنت أنت عضو يتعرف مرة عصرة حلا دهورتا أدوك وشرعي ولي هذا وحلي مركز لي دلوات حرة ولا قوسك شنو دولي نو خلاف الشغل توه المسألة وحوالي دولة ما كانت شوفتها إذا قرب ما دوريا وإن يدركوا أن الحكومتها ودركوا أن أم ليسا يا ليسا قعدت كويسا تأم الحوال حسنا وعوديها إنت رجبتها أنا وعودتها ما أنت دولة حسن وحي حكومتها وأنا وإن قعدت كويسا هاي دولك البنادر kismaayo waa dowlad gaar ah faydabaan waa mid gaar ah oo fargeli karo jawhar waa mid gaar ah dadweyn waa mid kale boosaaso waa mid gaar ah waa mid kale waa intooda jeer ugu soo hayay Soomaaliland saddex sano afar sano kale maqay hero waxay isu sheegtaan baa waa khad waa waa dowladda la ixtiraaf iyo waa inay dhaqaale haysaa waa dadkeeda waxay ku maamuli kartaa dhaqaalaha ee hayso weey dhaqaalaha sanadkan miisaaniyadda xamar miisaaniyadeedu waa 1.8 baa maalaya dollar 1 billion halka 1 billion markaas xag u kaliya waa mid dawladda tagtay hadday 1 billion iyo barki fariin soo saarayso dawladda xamar tee ila xaqiiqada la eegayo waa hoos waa dawladda dhaqaalaha shata ودل كي رسول كي سمع مشا أحوضا بقانا ونبر يوري يل تضبيق سقاشا يتضبوا مليان
صدح بقول يكون تكون تضاف بقول آخر شيء الدور ميزانية إيش؟ آه دور ما بقى ميزانية ده بقول قيمة الدورات وحكت بعدها وحكت بعدها أو كهرباء توبس يقرف توبس يقرف ويبقى آن مسلم لجسوا أوروري مساجد ده آن لجسوا أوروري كريستيان تجا يت اليهود يت الجوسة يت على عدة أغاني وهذا اللي هو عليان أيا أصو قرفيسة على تاب قلت ما تضواتن ومرك الصومال لان مرك دور الصومال قال ليح بقول يين كبر وحوصوا على الله بقول كي بصر بقول كي بصر وحن بقول يسا يسا صدح بقول يو حمي صدح بقول يو حمي بليم بين قرس إذا ما ها إمك السر وش غير حسن يدور ديس تقال كأي سومان لا تقول كلا أرسل الله كم في الله من أبلي كوا يسف هذه سجارة بها أودت كأي سجا كسر كلا أي رهلا أني عم شوك على ريا إلوه يو واتو فرما شكو عايز ريسو وسفر بدي حمر سحر تبرد وتشوه سحر هذا سحر كذي بالله أصلح بغيتكم كمال ماي سومالي لان وطلوان حكمة وقلنا أجنبي إلى ناريش قرارة وليه لكي لعي أي خاعان وقه مركي المكب حري قلنا أجنبي قلت هذا هو نظر إيو حانويين وحور دلقة من هنا وحي لعلي سومالي مركا لعي روحي الوضع حي بقول كيف سنت مريض وواي يرسل ويا رهدان سومالي لان هاي markii aad soo tagteen lixdankii baarlamaanka iyagu sagaashan bay ahaayeen idinku soo dabaahay yar ee gudda intii dawladdu ka jirtay meel aan soo waaya ee tii afoola u dambaysay marba la qaaday ah tirakool hagaajisano afar doonta kibe hayo dalka dheer ee faramayo 100 km oo 300 km oo socday ilaa keenya ilaa iyo badacas dabreeshi ka soo baxay markii la arkay tira ahaan dadku sidoo kale ugu sii wogooyay meelaha inta badan waa laga beediyo waa la xireen soo saaray waayo waxa la haystaa sharciyada ah waxaan u sii madnaa wax ku qaybsanaynaa baarlamaanka dhexdii oo sidoo ku yimid dadii awr laga hadlay hadaba horta ninka ina sheeganaya waa ninka adduunka oo dhan ku kadiyay jibciid waxa ururka islaamiga afrika ta dowladood carabta maxaa ku dhahda afrika in badan oo maray kartoo laga diyaarshay ka afrika ee ku muusadaan iyo hadii la ebo iyo waa la ogolaado soomaalida shan soomaalida oo hubka qaadanayo oo ashaab baan la dagaalamayaa la wadagelayaayo waxa loo dagaalami doonaa muslim iyo gaar oo ethiopia oo dowlad gaar oo kristiyaan ah ayaa waxa la dagaalamaya soomaalida oo muslim hudayo toos leh xasan sheekh waa professor wuxuu madanka soo joogay miyaanu ogeyn Ethiopia maanta muslimka iyo inta diimaha kale ee ay isleeyihiin hadaan muslimku wax dheereeyo ma oga in dadka ku nool 400 in ka badan ay tahay islaam ma oga waxa soo dhigay dambeeyay ta masaajid laga dhisay iyo madaris ma oga shanta inta lagu yeeso 5 milyan ka badan oo Soomaali inay muslim yihiin horumarka ay gaareen intii Ethiopia la dhaqmayeen dawladda ka soo dhigay sanad dambeeyay aanay isagu daba socon Xasan Sheekh Muuga in Banaadi iyo Jowhar iyadu Soomaaheb mid walba sanad walba ay ka tagaan dhalinyaradii saxdaga iyo hablaba magaalo walba ilaa 500 oo arday oo jaamacad u tagay Ethiopia oo 3 sano iyo 4 sano ku soo noolaada oo soo noqda iyagoo ay isugu mid tahay Addis Ababa iyo Xama ama kaga amaan badan oo Soomaaliyeed iyo Jowhar inay ku soo noolaadaan maanta u arkaan dal ay jaar yihiin oo ay wada noolaan karaan ma fahamsana odayga professorki ee maanta waxa ku hadlay waxa uu sheegay walaal hawsta ay wada taala ee ictiraaf
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول إنه هرتم أيضا أبو رح على إحدينا أو بذهن نقوله أو صفينا وحقرنا كان مرة لنا إن كان هرتم يستد ما يسكشنا مو كقيمنا سدوا كقيمنا ويا هرتم أبو مركز كذي عندنا سد هرتم هرمي في حد إحدينا أنا وإنا ربي أو فرع على قدوه ربنا بارهين سياسي تتكلم تولي وهاك سنة يهديم بكل فرنا بكل معناها هناك سنة سياسية مركة للتقالة لكي أتقول شيئا الوح وقوانا حدو كي أوح وان وتاقير يقوه قانون لها الديني غروب قبل هيدين يهديم بكل فرنا يلا هذا الحرنا ونص وحياتها إليك اللي يلا أي مليها مسبينا تيوح ويا أي مرحلة لغو حالا كان قرقاته أو إنك قردرو تيقردر هذا قانون لكن هذا يتعيس يا سيدي يا سيدي قالت كلاها اللي ورعه وقالت كلاها سيدي راعي ماي قالت كلاها ما بتبني وانا كلاها قرقاتا تانا وحنا يساع صوب بعض ضد ديسك راعي كلاها لكن هما بيا انا عروضي انا تدور لي هذه الراعي ولا ما سيع روحي لو كان هو داري تدوينه هو وائل تاكر ايه قاعدين يا وحيري يا يا وحيري يا وحيري يا وحيري يا تدوينه هو وائل توكل شيء قاعدتك وأنو هذا قدرة هاي تدور الدولة شوينا ورد عقادي لكن واحد ولا سمانية دين تام شيلية نقا كان شيلية شخصية تام شيلية خدنا هو إلى أو حرايا هل هالشيء وحال تام كان سخر الله نوض هضوم هلا يسوي شيء مكر قفل در داريا مكر متاسع وين وقف كان كدول ما يعترف وين قيمانية وين قدرنية مكر متاسع ناس بيسن أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أعترف أنا 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 يا هدي أقوتها هل أبور لبى إلى هنا قليل أو فرصدا هدي تعلل اللي سقط هي أدو كورن إلى وقت جاي إلى أمك شام على هدوك دل كادوتتك عد بول بمرك امتحان كي يلو ترى قفك صواريات بقول كيما سديتا تدك كلوي كفر في العين كريستيفتي وايو وحي كل وري حال أرق أو قفك يستغير أي تمرقل رغوية وحنا لا هاي دد خستيلي أنت at case badan dhibaato kasta waad ka haysta oo ka dabaasha oo yaqaan sida uu maareeyo oo mararka qaar ka cilmadana kamid tahay dhaqankeenu uu kamid yahay marka dhibaatooyinka sida loo maareeyo waxaynu u leenahay dhaqan ahaan ragyada warba tusaale siinaya waa la wada qaxay yurub baa tagnay dadkeeni tagay boqolkiiba 80 afkooda ma aqoon dhaqanka raayi kama haysan kama bixin maasha rag iyo dumar waliba dumarku ha si aad ka markii qulbaan tagay waxay calanka u qaadeen waliba hablaha Soomaalidu diinta islaamka direeska xijaaban oo ay ka baqan jireen dawladaha islaamka kala wadame inay ku adkaysteen oo laga furfur kar waayay Mareykan magaalo kasta ka tag waxa halkaysta station ama marka ka soo mool dumar Soomaaliyeed oo siday Soomaaliya ugu labisnaayeen Soomaali shaalkoodu u sita oo afkoodu ku hadlaye oo aan warwareen oo haday doonaan kabid ingiriisiga aqoon inama dadkii ragga hayay tagay dad badan 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 baa soo baxay haday aqoon tahay haday talo tahay haday hal abuur dhaqaale tahay inuu awoodaale waa inuu ka faa'iideysano waxaanu hay deetara ninka soo la hadlaya inagoo isku kalsoon uu ku qadarinayo aanu tagay taasina ku leenahay xiraaf تو كلام دي كتريه اعترافك شرط كم حدنا
عداس قبسطان أي واحد كده حيين هنا يذكوها يسع اعترافك مركل ليه هي دولة إذا سير صعدة وحظة وانك على شيء ذي أما كوجق على عصانه وحظه واقف كبات وفرسو دور يتود دولة مانت اعتراف قاطي يذواش هايستان كوي كسر شيء وحكمله فلسطين وما توحد الخضاع لكل عاية بقول دولة إن كان بضم بعث رافسن وحكمله كوسفو سير بيسا إستان لو ريسك عشان بعث رافسن ومريكا كوكتشو قولك الهدي دي لما أرى سير بيه وواتش معيدة قروبا ناسا كان حيث كغير ناسا أيالسي حريدي وحكمله دولة لها ugu badan ee codka ugu badan haysta qolada la yiraahdo saxaraha galbeed 64% ee ciiraafay iyadoo Morocco ay ahayd aan aray dawladdu uma joojin cid ay ku qalaan korka raayiga oranaya waxaan u xignaanaynaa ku noqdo wada heshiis waa adigoo yiraahda ninkani gacanta ma iga jabiyay ama nabar karo ugu dhuftay oo waaniga socon leh waxaan doonayaa in xaqqaygi la iga dooro oo aad wada heshiiso oo ku yiraahdo waa arrin ka dhaxayse ord wuu ogyahay inaad jaban tahay oo hadaas saxsan oo ku garaacaya ka ciibaysid marka aqli ma aha waxa la idinku baa weerinaya ee dawladan la yiraahdo dadka wuxuu ugu yiraahdo inagu la hadlayo marka runta u sheegtana waligaa ku sheeg baayana waxa aan waa diblomaasiyado meel dhaxay ku wareegaysta waxaan taa kaga gamaya oo wixii na soo maray hal ganaha iyo dhibaato aha aan kaga samraya oo anigu caawa aan leeyahay maanta waa meel u cambaynu maraynaayo saadaashaan arko tub ka wanaagsan birir ka wanaagsan baa soo socota dhawaan waa dhalinyarada aan ka soo horo wogey midowgii oo aan dawladdii hore ee midaysan ka shaqeynin ee tala qaaday rag iyo dumarba wixii ka dambeeyay sagaashkii oo deemanta afarta jirro aabiye hooyo waalida oo aan Soomaaliland ma wax kala aqoon dhalinyaradaas dhalinyaradaas ma hayo dadka dadaasi way ka dagaal badan yihiin xagga xurriyadda iyo dalka inta ka waaweyn caasimad kasta oo adduunka qoraal bay dhigeen dal kasta oo ay joogaan waxay u duuban yihiin in aqoonsiga Soomaalida ay ku qasbaan adkaysiga u maraan iyagu dhaqaalahooda oo dhan ay u horaan waana la wada socotaan waxa adduunka ka dagaal gala waa dadka istiray ee aan aqoon dawladdi hore iyo waxba midow la yahay eere maxaa anaga roo ixtilaaf waay eere kan oo lagu qasbay kuwaas oo shaqeynaya markaan arkana waxa aan aad iyo aad u karsoonahay insha Allah dhawaan ka doonaa iyada oo ixtilaaf iyo dhaqaale horumaray intaba ay sameeyeen waayo waxa la yiraahdaa ninka ay xoolo siinay dadkiisu siiya marka inaanu goba iyo nabe iyo horumar u helin dadkeena da'yarta ah ayaan arintan markaan arka aan aad iyo aad u kalsoonahay intaas aan ka garay xuska caaw waayo inta aan ragii ka dhameeyay anigu inta ma taagan maadi sheegaya erega la yiraahdo emayugu goor baa dhameeyaa. When you live in a world where you're different, you're constantly aware of the fact that you are different in all sorts of situations. But when you're playing, that feeling can be reset. You can just be. Got to be glued for brows and edges for strong and lasting hold. By Got to Be. Horaysa wax ka saanu kala qoosane ay tabado. Malaha saacadii ba intaas telefoon baa lagu wadiya. Arintaas waxa maraysa oo idin baaraysaan in labada dhinacba Ethiopia su'aalad ba ay ka go'an tahay in agreement kala saxo oo miyuga loo beddelo xeer oo howlgalo hadda muxuu qabanayaa walaalaha inaga waxba dhulka nagama yaala aroorta haday qolada ka diyaar tahay inoo wada diyaar baynaa waa dal ballaaran dhibaatooyin badan buu leeyahay waxyaalo badan go'aanyada ku abshira inaan kaas ka noqonqosho iyo saxsaxad ahayn xasan sheekhna tahadarkiisa waa ka arkaysay laakiin waqtiga la qabanayo waxaan isugunaa u waafarinta ahayd waqti aan soo nabaado taasi insha Allah degdeg u badan doonta qodobka ay ku dambeeyay waxa weeye sanadkan waa sanad doorasho waxay ila tahay
هدي أينا دور شدو مركو هورانا قفك لا دورنا يلو إيجن ترى بحيل نو قبلك هرا إلو إيجو إمك هلا كسب هذا سواني ولا قاتي نو قرا ما هي تقول دي وحر دور إنو إن لو قدي صحاب سيد قارا كوا كلا والله هذا بارلمان كهلا دوتو بارلمان كني دور دي قانا وشرع جاي قانا وعرف تدير له ودور دي سكرة إلا هو جودي دور كله إلا صوت ورسوب هاي لكن هو محاضعة مركز لقيا وحر يضط كهلا قيم قريب تيتسكو حي قناه لقى قيب لي حدي قف امك هلكا وحنصنايو او ليرها دي وا دختر مينه دي اينو دي او تشرنك او ري هلو دبا ودمال سلو وحا لا سي دو تي تر ليرا قلين بو باهي تي حدي ليرا ري هبل شربي قلنا مانتن كهلا قرو تي محد نو بارين معاف با دي ما كعيا وحو غلاي بركا هلكي لا دورين ليرا هدو مانت ري هبل باوله كان شال هره ري قروع با قاتاي بريتنا خي قرعة قائمة ترى قادنا هي دتنا فيها بالواي واسح تذكر هوا صوت بردود ده نسوي بعده ورب حقوق الودري لكن دريه بالحك هنا قف وحيقنا إلى شغل وربا وقاري لبعتلا أنا هستوي حوي وانوجي تساسي دودك صار مس قف وربا وحيقنا قف هاي سهلوك دور تكلم بخنا صوب حلي إلى هالك أوه سيسا، يوم ده هوسك والله دور رأي، والله سقينا حلي هذا إنه هاي الرجال اللي بتشيل هاي سنة كانوا واقعيجي، إلى هم الحويرة، تميان كوا ناكسين، هم الله وحش يو، عدوا اللي بدي حل كلام تين ميلو حد عتمها، أنت راهنا عدوا حقوق عتمها، إلى نقلها وحقوق عتمها، وإذا كتر خيرت، لكن وحقوق رأي، تياه هوسها قام كنا، وقرنا هاي. taan waxa la doorashada bar horta marka dadka soo xulayo yaa cid la dooranaya ay naga hubsato hadhowta inaan fardhix ka qarin oo marba loo oran waa kale oo kale marka inta la ilaaw waxaan leeyahay dawladda dadal adag bay u gashay in doorashada socoto culayskeeda ay leedahay ku dhaqaalay leedahay ku nabadgelyo ay leedahay ku dulqaad bay leedahay intaaba anagu dhexdana xiranay waayo xukuumad ahaan waxaan go'aaminay oo dadkii cidii aan la tashanay dan moodeynay aanu kala tashanay oo kuwa taageero isku raacsan yahay in aynu doorashada xaq alle booyo waqtigeeda ku qabanno doorashadana waxaanu qaban kareyna marka dadka u tartamaya ee xisbiga doorashada xisbi ama urur u tartamaya markay daacad ka yihiin inay doorashada qabtaan لكن إن أنا نقولن هالشي غير عن تعباده دورشة هلا قبته هذا دورشة لقطار هنا يا واحد وواحد ضاع هنا يا ورد لي عمس تصارع سأي نوك أنا مسقله أو مسقلوه قعره أو عد باي خيامه يسي الدولة ده بصدوق إياه بابته إياه هالكلام وحكر أنا وبحسنه وحين خرج شن مليون ردو قريني إن إيش بقدر الله صوره قف صعدني حزبية معارضها قاربة كقيلية وإنا ذر هدان نريح حلال افتراء قلنا ووحن هم رانو كبحر ودربك قيل سواد الله يير مينه وكقدرة آير أنا جاني شيء من سيد متشان أنا بس دوك وراقة وقول سواد الله والغد راحنا يا إن لقوا بابا الدنيا وارئيش يبدو دقف خلاص صار ولو سمي هاي نكما أنت تبغى قيب ورورتشي هدان معارض بنا دورش قبا إيره هو ما حد دوري ساب بريشك تام يا روكر بحياة والله قبرية سشرعي الله قبرية إيش بودة إلا صورة شرع دور شوي كي قرط حكومة على فريقين فريسو سدتك وأنا سؤالك شرع دور شرع هذا صرت هذا إرك روب كوك أنا وشرع هو فريقين هذا الحكومة دارها نقال أنا وح كسانوك أنا فريقين تانا وأنت نمت قريه لو عضيو شرعية الدورشة لو قاسمو تا عيد يبو قرنك عيد عيدينك أفكي سكسرنك وعيله فقرك عيتها أما سلطان هاو أما عاقل هاو أما سياسي هاو نك فقرك عيتمو عيدك معاه هذا القدر فيله هذا وفي آخره ما أذيك دول طالع بركان لا كده ولا لا هلا استرنا مش يبو ولا لا هذا نسوي ترنو وحلي البري وابوك واشري بريه أنتي
jabhadii iyo barkii la wareersanayo xabad baa dhacday war xabad baa dhacay xagga masaajidka noori buu rasuul sheekhu masaajidka ka dhacaysa xagga loo carara war dhaqan xumadii iyo af xumadii iyo intii la lahaa war dadka u kaadiya hadday kuwii dhaqanka loo ijaartay aanay afkoodii waxba ku dhaafaynin sidee la yeelaya xagga lagu carara dhaqanka yaa saxaya madax raqameedkii hadii looga taaglayahay wixii ciyaar suuqu ku hadlayay neermir subxaanallah xaggee dee dhaqankii balka waraba markuu suldaan soo taagulaya intaa iyo reerkooda iyo tuyaaba allah cadaabo waana suldaan ba dadka war suldaan uu sheegalaya marka maxaa la samaynaya ka yaraana muxuu samaynaya marka ina ka yaraa soo waxaa baran maayo soo ku eegan maayo markuu madax raqameedka ku hadlayo waxaan afka ula soo mari karo habar yari wax ka sheegayo maxay noqonaysaa marka waxaan leeyahay haddii magaca madax raqameedka dadka lagu caayayo waa cibaaro soo baxday waa inta aytanta انت وانا اكسنت هاكم مريه اد ياد ومهاتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته